عندنا فرق الجهد الكهربي في دراسة التيار الكهربي، لازم أعرف إيه هو فرق الجهد الكهربي. ففرق الجهد الكهربي بين نقطتين هو عبارة عن إيه؟ عشان تنتقل شحنة من نقطة إلى أخرى لازم نبذل شغل. الشغل المبذول لنقل شحنة مقدارها 1 كولوم بين نقطتين بنسميها فرق الجهد الكهربي. ففرق الجهد الكهربي اللي هو V بيساوي إيه؟ W هو الشغل المبذول على كيو اللي هو كمية الشحنة الكهربائية. يبقى فرق الجهد الكهربي عبارة عن W على كيو، الشغل المبذول أو الطاقة الكهربائية المستنفذة على كيو كمية الشحنة الكهربائية. هنا العلاقة دي ممكن أجيب منها الطاقة الكهربائية المستنفذة بتساوي V في كيو. يعني لو عايز الطاقة الكهربائية المستنفذة أقوم كاتب هنا V في كيو. لو عايز علاقة أخرى لفرق الجهد الكهربي فبقول هنا دبليو اللي هو الشغل المبذول، كيو ممكن اجزئها ممكن افكها. الكيو عباره عن اي في تي، يعني ايه اي؟ شده التيار، تي الزمن. ممكن اجيب علاقه اخرى، يعني بكتب كده دبليو كيو اللي هي ان اي. ودي من الحاجات المهمه في الفيزياء ان العلاقه الرياضيه الواحده ممكن اجمعها كذا علاقه او عده علاقات. يبقى هنا فرق الجهد الكهربي بيساوي دبليو على كيو بيساوي دبليو على اي في تي بيساوي دبليو على ان في اي. ايه وحدات قياس الفرق الجهد الكهربي؟ اللي هو الفولت. والفولت هيكافئ ايه؟ هيكافئ وحده الشغل الكهربي او الشغل المبذول اللي هو جول على وحده كميه الكهربائيه اللي هي كولوم. يبقى ممكن اقول هنا جول، ممكن افك الكولوم اللي هو عباره عن امبير في ثانية. الطاقة الكهربية المستنفذة هي الطاقة الكهربية المستهلكة خلال مرورها في مقاومة كهربية في دايرة كهربية. الطاقة الكهربية المستنفذة اللي هي W بتساوي V في Q، هتساوي هنا V، الـ Q هي I في T. يبقى الطاقة الكهربية المستنفذة حينما يمر تيار كهربي في موصل سوف فرق الجهد في شدة التيار في الزمن. وحدات قياس الطاقة الكهربية عبارة عن جول، والوحدة الثانية اللي أنا بقيس بها الطاقة الكهربية هتبقى فولت في أمبير في ثانية. في مصطلح آخر بنسميه القدرة الكهربية. اللي هي بي دبليو أو الباور. القدرة الكهربية هي الطاقة الكهربية المستنفذة في موصل خلال ثانية واحدة. يبقى هنا بيساوي دبليو على تي اللي هي في اي تي على تي. يبقى الباور عندي هنا بيساوي اي في في، لان التي هتروح مع التي. يبقى القدره الكهربيه بتساوي عندي هنا الشغل المبذول على الزمن بيساوي شده التيار في فرق الجهد. وحده قياس القدره الكهربيه ليها وحدات قياس. اللي هي الوات يكافئ جول على ثانية يكافئ فولت في أمبير. الطاقة الكهربية المستنفذة العلاقة بتاعتها لازم ألم بيها تماما كل العلاقتين دول، والقدرة الكهربية ببقى عارف العلاقة لأن في علاقات تانية هتجيب القدرة الكهربية. لو رسمت علاقة بيانية بين الشغل المبذول بالجول وبين كمية الكهربية كيو هيطلع خط مستقيم بهذا الشكل. في الخط المستقيم اللي عندي بجيب العلاقة اللي تعبر عن هذا الخط المستقيم ان فرق الجهد في بيساوي دبليو على كيو، والميل اللي هو السلوب بيساوي فرق الصادات على فرق السينات اللي هو دلتا دبليو على دلتا كيو بيساوي برضه فرق الجهد. الميل بيبقى ظل الزاويه، الميل الخط المستقيم ظل الزاويه زي ما قلت المحصور بين الخط المستقيم ومحور السينات. لو انا عندي خط مستقيم تاني اللي هو A وB، مين اكبر في فرق الجهد؟ زاويه الميل بتاعته اكبر، لان زاويه الميل الاكبر هتديني تاني الزاويه وتاني الزاويه واعبر عن الميل. يبقى زاويه ميل B اكبر من زاويه ميل A، وفي هذا الرسم البياني اعرف مين اللي فرق جهده اكبر. يبقى فرق جهده اكبر B اكبر من ايه؟ لان بي زاويه ميله اكبر منها.
في عندنا بقى قانون مهم جدا اللي هو قانون اوم. وده هيستمر معايا لحد اخر المنهج لان قانون مهم جدا. قانون اوم ده علاقة ما بين شدة التيار وفرق الجهد. بيقول قانون اوم ايه؟ ان شدة التيار الكهربي المار في موصل تتناسب تناسبا طرديا مع فرق الجهد بين طرفي عند ثبوت درجة الحرارة. قانون اوم عندي بنقول ان فرق الجهد بيتناسب طرديا مع شدة التيار. لما بنشيل علامة التناسب بفرق الجهد بيساوي مقدار ثابت اللي هو المقاومة في شدة التيار. في الحالة دي قانون اوم لانه مهم جدا لازم اكون عارف العلاقات كلها بتاعته. يبقى عندي هنا V وهنا I وهنا R. يبقى لو عايز فرق الجهد يبقى I في R. لو عايز شدة التيار هيبقى V على R. لو عايز المقاومة R تبقى V على I. المقاومة الكهربية كمية فيزيائية مهمة جدا، يعني لما بيمر التيار الكهربي خلال موصل وفيض الشحنات الكهربية، هو التيار الكهربي فيض من الشحنات التي تسري خلال الموصل. فالشحنات اللي بتسري هي الإلكترونات، فأثناء مرورها في موصل بتجد أمامها الذرات بتاع الموصل وأيونات الموصل فتصطدم بيها أو تحتك بيها، فبيحصل هنا مقاومة. فالمقاومة الكهربية هي الممانعة التي يلاقيها التيار الكهربي عند مروره في موصل. المقاومة بتزيد لما ترتفع درجة حرارة الموصل عشان سعة اهتزاز الذرات اللي جوه بتزيد، فيبقى معدل التصادمات كبيرة، فبتزداد المقاومة بارتفاع درجة الحرارة. والمقاومة الكهربية عشان أعرف الوحدة بتاعتها لو كتبت R هتساوي V على I. قانون مهم جدا. فوحدة قياس المقاومة أوم. ده رمز الأوم. بيساوي وحدة قياس فرق الجهد اللي هي فولت على وحدة قياس شدة التيار اللي هو أمبير. يبقى الأوم هيساوي فولت على أمبير. ومن القانون ده أو من الوحدة ممكن أقول إن الفولت بيساوي أوم في أمبير. يعني الفولت عندي هنا كان بيساوي جول على كولوم، هيساوي في الحالة دي برضو فولت. الفولت بيساوي أوم في أمبير. وحدة تانية لازم نكون احنا ملمين بها. المقاومة الكهربية بتزيد بزيادة الطول. يبقى عندي هنا موصل وطوله زاد، فهنا الشحنات الكهربية هيحصل تصادم كتير جدا بين الإلكترونات وأيونات الموصل، فبيزيد عندي هنا المقاومة. المقاومة هتقل كلما قلت مساحة المقطع. يعني المقاومة الكهربية اللي هي R تتناسب طرديا مع الطول، كلما زاد طول الموصل زادت المقاومة، وتتناسب عكسيا مع المساحة اللي هي ايه؟ يبقى تتوقف المقاومة الكهربية على طول الموصل ومساحة المقطع ونوع المادة، لان احنا عندنا النحاس له مقاومة والحديد له مقاومة، كل مادة لها مقاومة مختلفة. هنا لو شلنا علامة التناسب ونكتب ان الار بيساوي مقدار ثابت اللي هو رو اي في ال على ايه؟ يبقى هنا عندي المقاومة بتساوي المقاومة النوعية في طول الموصل على المساحة. طب لو عايز اجيب المقاومة النوعية اللي هي رو اي هتساوي من هنا ايه؟ R في A على L. R A على L. المقاومة النوعية لموصل او لمادة تتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة فقط، لا تتوقف المقاومة النوعية على الطول او المساحة، لان هي صفة مميزة للمادة تتوقف على نوع المادة. فالمقاومة النوعية رو اي بتساوي R في A على L، رغم انها بتحسب بدلالة A و L و R ولا تتوقف عليهم، تتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة. المقاومة النوعية الموصل هي مقاومة سلك من هذا الموصل طوله متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع. وحدة قياس المقاومة النوعية هتبقى أوم في متر. ممكن أنا أجيب وحدة تانية لوحدة قياس المقاومة النوعية لو فكيت الأوم، والأوم عبارة عن فولت على أمبير. يبقى وحدة قياس المقاومة النوعية لما بشيل الأوم هتبقى عندي كده إيه؟ فولت في متر على أمبير. المقاومة النوعية
هنا مقلوبها بسميه التوصيلية الكهربية، والتوصيلية الكهربية بنسميها سيجما، بتساوي واحد على رو اي. التوصيلية الكهربية مقلوب المقاومة النوعية يبقى سيجما بتساوي ال على ار في اي، لان هي المقاومة النوعية ار اي على ال، مقلوبها ال على ار في اي. وحدة قياس التوصيلية الكهربية اوم سالب واحد في متر سالب واحد، يبقى اوم سالب واحد في متر سالب واحد. والتوصيلية الكهربية دي صفة مميزة لنوع المادة، وتتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة فقط، لا تتوقف على الطول ولا المساحة. ليه؟ لأنها مقلوب المقاومة النوعية، والمقاومة النوعية تتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة، فالتوصيلية الكهربية تتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة. العلاقة اللي عندي هنا اللي هو R بيساوي رو E في L على A. احنا عندنا الموصل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلك مستقيم على شكل اسطوانة. السلك المستقيم ده على شكل اسطوانة، مساحة قاعدته A وطوله L، ومساحة القاعدة اللي هي باي R تربيع، باي R تربيع. وبالتالي هنا يبقى عندي المقاومة بتاع الموصل رو E في L، رو E في L على باي R تربيع. حجم مقطع من السلك اللي هو فوليوم بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع اللي هو طول الموصل. لو حبيت اجيب مساحة القاعدة هنا يبقى ايه؟ هساوي فوليوم على L. لو حبيت اجيب L هتبقى هنا فوليوم على ايه. بنقول ان المقاومة النوعية او مقاومة سلك او موصل R بيساوي رو E في L على A. اذا كان الموصل ده عبارة عن سلك مستقيم على شكل اسطوانة، كل الاسلاك مستقيمة على شكل اسطوانة، مساحة القاعدة A والطول L، يبقى الحجم AL. يبقى ال L اللي هو طول الموصل ده بيساوي الفوليوم على المساحة، وال A اللي هو مساحة المقطع الفوليوم على الطول. فهنا ال R بيساوي رو E، هعوض عن ال L اللي عندي، هتبقى الحجم على المساحة، فالحجم اللي هو فوليوم على المساحة اللي عندي، وعندي في مساحة تحت كمان، يبقى A تربيع. يبقى عندي ال R بيساوي رو A فوليوم على A تربيع. طب لو انا حبيت في العلاقة اللي فوق اعوض عن المساحة اللي هي A، فال A عبارة عن الفوليوم على الطول، يبقى الحجم على الطول، وفي عندي L فوق، يبقى بيساوي L تربيع على الفوليوم اللي هو الحجم. الموصل عندي له كتلة، فكتلة الموصل اللي هي M بيساوي الحجم في الكثافة رو، يبقى كتلة الموصل بيساوي الحجم اللي هو A L في رو. لو حبيت انا اعوض عن ال A اللي هو المساحة، هتبقى M على L في رو. يبقى العلاقة اللي عندي ممكن اقول المقاومة بتساوي ايه؟ رو E في L، واشيل ال A واكتب مكانها M على L في رو. يبقى المقاومة بتساوي رو E في L تربيع في رو على M. المقاومة اللي عندي هتساوي رو E، ال L والرو تطلع فوق، مقام المقام بيبقى بسط، هيتبقى M. يبقى هنا L في L تبقى L تربيع في رو على M. العلاقة اللي فوق عندي كده ممكن أقول إن المقاومة تتناسب طرديا مع الطول، وطرديا مع المقاومة النوعية، وعكسيا مع المساحة. لو عندي سلكين من مادتين مختلفتين، كل واحد له طول ومساحة مختلفة، وعايز أقارن ما بين الـ R1 على R2، هساوي هنا رو E1 على رو E2 في L1 على L2 في A2 على A1. ممكن بتساوي رو اي واحد على رو اي اتنين في ال واحد على ال اتنين في ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع. لو انا عايز اقارن، العلاقات الرياضية دي مهمة جدا، ومعظم يعني في نسبة كبيرة من الاسئلة في الامتحانات الحديثة في مقارنة سلك طوله كذا وسلك اخر من نفس المادة طوله كذا، وبعدين بنجيب علاقة. ممكن الار واحد على R2 لو السلكين من نفس المادة،
من نفس المادة يبقى المقاومة النووية بتاع الأول زي التاني. في الحالة دي بكتب هنا ايه؟ L1 على L2 عشان أقارن فيه، A2 على A1 أقارن ما بين السلكين اللي عندي. يبقى تساوي هنا L1 على L2 في R2 تربيع على R1 تربيع. لو عايز أقارن بقى ما بين المقاومتين وما بين الكتلة اللي عندي، فبكتب هنا R1 على R2 هتساوي عندي هنا رو. لو نفس المادة يبقى الرو زي الرو، والكثافة هي الكثافة. مختلفين في الطول، يبقى L1 تربيع على L2 تربيع في M2 على M1. ده بالنسبة للمقارنات اللي عندي. فنخلي بالنا من الرسم البياني لو جاب لي علاقة ما بين الR والL، المقاومة بالأوم والطول بالمتر، هتطلع فيه خط مستقيم لعلاقة طردية. الR والL علاقة طردية. العلاقة الرياضية اللي أنا هستخدمها في الرسم البياني ده اللي هو R بيساوي رو إيه في L على إيه، الميل بتاع الخط المستقيم بيساوي R على L. طب أنا لما أعوض هنا فعندي كده الR على الL، لو كتبت هنا رو E بيساوي R في A على L، يبقى الرو هنا بيساوي R في A على L. هنا عندي الR على L يبقى الميل، يبقى عندي الرو A بيساوي الميل في المساحة. يبقى المقاومة النوعية هنا بتساوي ميل الخط المستقيم في المساحة، فالمقاومة النوعية تتناسب طرديا مع الميل بتاع الخط المستقيم. وهكذا لو عندي خط مستقيم يمثل علاقة ما بين المقاومة والطول لموصل، والخط المستقيم ده ايه والخط المستقيم بي يمثل علاقة ما بين الطول والمقاومة لموصل آخر. فمين اللي مقاومته النوعية أكبر؟ اللي زاوية ميله أكبر، لأن المقاومة النوعية تتناسب تناسبا طرديا مع الميل، وزاوية الميل كلما كبرت كان الميل بيبقى أكبر في هذه الحالة. لو أنا جيت رسمت علاقة بيانية بين فرق الجهد بالفولت وما بين شدة التيار في الطول مقسومة على المساحة، فهتكون خط مستقيم. العلاقة البيانية اللي عندي خط مستقيم. لو حبيت أجيب الميل، طبعا احنا بنركز على العلاقات البيانية أكتر لأن فيها معلومات أكتر، ومعظم أسئلة الامتحانات الحديثة فيها رسومات بيانية. فالميل هيساوي فرق الصادات اللي هو V على فرق السناد ده كله I L على A. هتبقى الـ A تطلع فوق، يبقى الميل عندي عبارة عن V في A على I في L. V على I ده عبارة عن R، يبقى الميل اللي هو سلوب بيساوي R A على L. يبقى الميل عندي هنا يساوي المقاومة النوعية، الميل بتاع الخط المستقيم، لأن عندي R A على L هو عبارة عن المقاومة النوعية. برضو نفس الكلام لو قال لي في خطين مستقيمين، مين أكبر مقاومة نوعية؟ هيبقى اللي زاوية ميله أكبر يمثل المقاومة النوعية الأكبر. احنا هنقول عند سحب سلك سلك مستقيم له مساحة وله طول، وسخنت وسحبت السلك، هيبقى في حاجة ثابتة وفي حاجات بتتغير. لما بسحب السلك الطول بيزيد، مساحة المقطع بتنقص، الحجم ثابت. يبقى هنا في الحالة الأولى إن حجم السلك في الحالة الأولى اللي هو فوليوم 1 بيساوي حجمه في الحالة الثانية بيساوي فوليوم 2 عند سحب السلك. الحجم بتاع السلك الأول اللي هو A1 L1، وحجم السلك الثاني A2 L2. من العلاقة دي يبقى L1 على L2 بيساوي A2 على A1، علاقة عكسية. السلك نفسه اللي أنا سحبته المقاومة النوعية بتاعته ثابتة، لأنه نفس المادة، يبقى عندي سلك من النحاس وسحبت السلك قلنا طوله هيزيد ومساحة مقطع هتقل. طب أنا لو عملت علاقة بين R1 على R2 المقاومة في الحالة الأولى على المقاومة في الحالة الثانية بيساوي L1 على L2 في A2 على A1. لو أنا عوضت عن L1 على L2
ب A2 على A1 او عوضت عن A2 على A1 ب L1 على L2 هنا، يبقى عندي R1 على R2 بيساوي L1 على L2 في L1 على L2 بيساوي L1 تربيع على L2 تربيع. هنا لما بيقول لي في مسألة عند سحب سلك احط في اعتباري ان R1 على R2 بيساوي L2 تربيع على L1 تربيع. وممكن اقول ان R1 على R2 بتساوي هنا L1 على L2 في A2 على A1، يبقى R1 على R2 انا مش بكتب العلاقة تاني، هعوض بين ال L1 على L2 بالمقدار بتاعها ب A2 على A1، يبقى هنا A2 على A1 في A2 على A1 يبقى A2 تربيع على A1 تربيع. يبقى لو عايز اقارن ما بين مقاومتين لسلك كان له طول وله مساحة مقطع وسحبته، يبقى عايز اقارن عليه من المقاومه في الحاله الاولى المقاومه في الحاله الثانيه، يا اما اكتب R1 على R2 بتساوي L1 تربيع على L2 تربيع، او R1 على R2 A2 تربيع على A1 تربيع. وفي الحاله دي اقدر انا اشوف هنا ناتج المقاومه بتبقى قد ايه. بخلي بالنا من المعلومات اللي احنا خدناها، كل المعلومات اللي خدناها دي فيها كم من معلومات لازم الوم بيه ولازم اكون فاهمه. المادة بتاعتي تبقى سهلة جدا لما يكون عندي معلومات كتير. وبرجع اقول تاني، كلمة اوبن بوك مش هيساعدك في الامتحان ان انت تجهز الكتاب وتفتحه وتدور على القانون. لازم زي ما انا بكتب لك كده القانون يبقى راسخ في ذهنك، ولازم تبقى انت عارف القانون بيقول ايه على طول تلقائيا. لكن هتقول انا ادور عليه في الكتاب في اوبن بوك، هتاخد وقت اكبر وهتضيع وقتك، لان الامتحان مبني على الفهم. افكر انا احسن وتبقى المعلومه جاهزه. طب ايه اللي بيثبت القانون اللي عندي؟ احل عليه كتير واحل مسائل كتير. هناخد بقى هنا توصيل المقاومات. في توصيل مقاومات نوعين، توصيل المقاومات الكهربيه على التوالي وتوصيل المقاومات على التوازي. توصيل المقاومات على التوالي الغرض منها ان انا احصل على مقاومه كبيره من عده مقاومات صغيره. اما توصيل على التوازي العكس، احصل على مقاومه صغيره من عده مقاومات كبيره.